جزيل الشكر يا دكتور، جزاك الله خيرا. في ملحوظة بسيطة بس كده، هاخد بس من وقتك دقيقتين هشرح لك المشكلة والوضع. بص يا دكتور، أنا من 13 سنة ماشي عندي مشكلة ما بين عظمة اللوح وما بين العمود الفقري، في الجزء اللي هو ما بين عظمة اللوح والعمود الفقري في أعراضه تنميل، حرقان، شد عضل، ألم رهيب الشكل. بدأت أعمل رنين، أشعة رنين على الرقبة وعلى الفقرات وعلى الأكتاف، تطلع سليمة. كل ما أروح لدكتور شكل يقول لي اعمل لي رنين رنين، كل الرنين بيطلع سليم، كل المقطعية بتطلع سليمة. طب الحل إيه؟ قال لي اعمل لي رسم عصب. رسم عصب عملته برضو يطلع سليم، كل حاجة بتطلع سليمة. بدأت أخد حقن، الحقن ده ما بيقعدش معايا ساعة، يعني المسكن بتاعه ما بيقعدش معايا ساعة. بقالي على الوضع ده كده 13-14 سنة، 13 أو 14 سنة. هي المشكلة، يبان إن هي كمان بقت تزيد. عملت علاج طبيعي لفترات طويلة، خدت مضاد التهاب لفترات طويلة، خدت حاجات عشان الأعصاب والعضلات اللي هو بسط عضلات وبسط أعصاب وحاجات من دي ومضاد التهابات. هي المشكلة ما بتنحلش، يبان إن المشكلة بتزيد. طبعا أنا ما رحتش في دكتور واحد، أنا رحت لحوالي 20 دكتور، ما فيش دكتور عرف الحالة فيها إيه نهائي. طبعا أنا دلوقتي حاليا يعني ما كل المحاولات كلها نابت كلها بالفشل، كل محاولاتي كلها بالفشل. ما فيش دكتور، لا علاج طبيعي ولا عظام ولا مخ وأعصاب عرف إيه أنا عندي إيه بالظبط أو إيه مشكلتي. يا دكتور أنا عندي تنميل وعندي حرقان في المكان ده، يقول لي لا 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 لا، ده إحساسك مش صح، أنت ما عندكش حاجة، أنت واهم نفسك، أنت مش عارف إيه. بقالي 13 سنة على الحال ده، مفيش دكتور عرف إيه مشكلتي. الأدوية اللي تتخيلها كلها خدتها، كل المراهم، كل الكريمات، كل العلاج الطبيعي بطريقة العلاج الطبيعي كله عملته، كل الكمادات، كل الوصفات كلها عملتها، مفيش أي نتيجة جابت معايا سكة. أشعاعاتي كلها بتطلع سليمة، أنا مش عارف في إيه، أنا مش عارف في إيه.